سلم نفسك أنت بوكيمون. سلم نفسك أنت بوكيمون. نسبة اني اصيده 84 كاتبين لي، ها 84 يعني نسبة حلوة. حلو، باقي لي 10 بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد ولعبة جديدة. اللعبة ترند بالوقت الحالي هي لعبة بال وورد، لعبة سيرفايفل، اتمنى تعجبكم. قبل ما نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. اول شيء عندنا اختيار الشخصيه، ونصيحه مكتوب فوق، اذا بديت اللعبه ما تقدر تغير الشخصيه، فاختار الشخصيه المناسبه لك. فانا بختار الشايب، بعدها نروح للبادي نختار اللون، بعدها تبيه متين ضعيف ضخم اللي تبيه، فانا بخليه ما راح اغير فيه شيء. بعدها نروح للفيس، عندك انواع مثلا هذا، لا خلنا على نفس الشيء. بعدين العين، حلو. بعدين الشعر، الشعر ممكن اغيره، هذا احس حلو يصلح حق سرفايفل، حلو تمام. بعدها نختار ستارت جيم، حلو. بعطيكم نصيحة حسب تجربتي للعبة لمدة ساعة، اقل من ساعة جربتها. اللعبة عبارة عن شنو؟ اللعبة عبارة عن ارك على فورتنايت على بوكيمون على شوية ماينكرافت، واعطيكم بالدليل. اول شيء لو تشوفون الرسومات والشخصية، طبعا واضحة فورتنايت ما فيها مجال. الحين خلصنا من النقطة الاولى، بس هذا معناته انه مو شيء مو زين، مو معناته ان اللعبة مو حلوة، بالعكس اللعبة حلوة، ولكن كفكرة ما هي جديدة ابدا، ما هي جديدة. حتى البوكيمون موجودة في العاب ارك، مثل ما قلت اللعبة عبارة عن ارك على بوكيمون على فورتنايت. بس للأمانة عالمها حلو، حيل حلو يفوز. فبعطيكم شرح بسيط اللي تو بادي باللعبة، اللي عارفه لحد الان. وعموما اللي لاعب ارك فما يحتاج لشرح اكيد، او اللي لاعب العاب السرفايفل راح يفهم اللعبه. عندنا اول تحدي يقول اجمع الخشب، فاول شيء نروح نفتح هذه عباره عن فاست ترافل. فاست ترافل بالعربي معناته هو السفر السريع، تقدر تتنقل لها اذا فتحت نقطه ثانيه. هذا الشخص موجود قاعد يقول مستغرب ان انت شنو جايبك هني، وهذا منطقه البال اللي هم الحيوانات القريبة ومن الكلام هذا، بس ما منه فايدة. الحين سوي التحدي الأول، نجمع الخشب ونجمع الستون. بس هو يبي كتحدي أو توتوريال يبي الخشب، جيب الخشب. فنصيحة عاملها معاملة ماينكرافت. أول شيء تسويه تقتلك خروف وتاخذ منه الصوف، اذا اقدر عليه ولا لا ما ادري صراحه، بس هو يضارب معاك يعني ما يخليك على راحتك. حلو 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 حلو. اعطاني شنو؟ اعطاني صوف واعطاني اللامب اللي هو اللحم، تمام حلو. خلونا الحين نتقدم نشوف لنا مكان يكون حلو للاستقرار علشان نعيش فيه نبني فيه، بعدها نكمل التوتوريال. شايفين الحيوانات كثيرة كثيرة، وطريقة البوكيمون شيء من الخيال، متعة ما بعدها متعة. اللعبة أنا مسوي لها داونلود صار لي يومين تقريبا. حلو، في جولد وفي اللعبة مسوي لها داونلود صار لي يومين بس ما لعبتها. وفي احد الاخوان مشكور في الكومنت قال لي جرب اللعبه، قلت له مشكور وانا فعلا مسوي لها داونلود وبجربها. فخلونا نروح نشوف لنا مكان نكمل فيه التوتوريال، بوريكم شيء الاسطوري. شوفوا يتسلق، شوفوا حبيبي بتاع كله، والله بتاع كله هذه الشخصيه.
حلوين. فوين نروح؟ نروح تنزل تحت. طبعا معلوماتي على قدي معلش، يعني بحاول اني اعطيكم اللي اعرفه لحد الان. اول شيء يقول نسوي طاوله، لا يقول لي اضغط ستارت، روح للاوبشن، انزل تحت، روح للسرفايفل جايد، بس ادخل واطلع خلاص. الحين سوينا هذا التوتوريال، وبعدين يقول سوي طاوله، ترفع السهم فوق، تسوي الطاوله. حلو، شوفوا البنيان، شوفوا طريقه بناء الطاولات، شيء مرتب. شوفوا شوفوا، تضغط على مربع، من خلال الطاوله هذه نقدر نسوي العجره والشعله والبيكاكس والاكس. شوفوا، خلونا ناخذ اول شيء الاكس لان نحتاج خشب. شوفوا طريقه البناء او الصناعه، رهيبه رهيبه. الحين بعد نسوي شنو؟ نسوي البيكاكس، بس يبي لنا ستون، يبي لنا 5 ستون. خلينا نروح نجيب 5 ستون ونرجع بعدها نكمل توتوريال. هذه ستون، كم واحده هذه؟ يعطيني واحده بس، ثنتين. خلينا ناخذ هذه ما شفتها، شنو اعطاني؟ 2 ستون، نايس. يبي لي بعد ممكن حبتين ستون، نكون يعطيني ستون هذا ولا بالاكس. حلو حلو، طبعا الاكس ضعيف للخشب مثل ما انتم عارفين. طبعا اللي لاعب ماينكرافت والامور هذه يعرف انه لكل اداه شيء معين، مثلا البيكاكس يكون حق الخشب، الاكس يكون حق، لا سوري، البيكاكس اللي هو هذا يكون حق الستون الحجر، والاكس يكون حق الخشب. فخلونا نروح نجيب خشب، لان اول شيء نسويه شنو؟ نسوي البيس مالنا، لازم نسوي لنا بيت صغير قبل لا تغيب الشمس، ونضبط السرير، نضبط الامور. بعدها راح نبلش شنو؟ راح نبلش في صناعه السرير. و قاعد يقول لي بالتحدي بالتوتوريال افتح التكنولوجي اللي هي هذه. ليش انا شبهتها في ارك؟ مثل ما انتم شايفين، اللي لعب ارك يعرف هذه القائمه 100%. فخلونا نفتح هذه اول، ونفتح هذه. طبعا هذه هي قائمه البوكيمون، اذا روضت البوكيمونات تتحكم فيهم عن طريق الجهاز هذا، وهذه هي كره البوكيمون اللي راح تصيدهم. في عندنا طبعا الشعلة ما يحتاج، الأمور هذه كلها ما يحتاج، عارفينها من قبل. خلصنا التوتوريال، الحين نبي نسوي شنو؟ نبي نصنع البيت علشان لقابة الشمس نقدر ننام بسهولة. حلو، عندي الحين التوتوريال. بعد التوتوريال هذا قاعد يقول لي كرافت بال بالسفير. البالسفير هي أداة أو جهاز نسميه جهاز البوكيمون. نضغط R1، هذه هي، نصنعها. شنو يبي؟ يبي بالديوم ويبي ستون. الستون طبعا معروف الحجر هذا هو. لا 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 لا، بس كافي هذا البالديوم، شايفينه؟ اتوقع كريستال بس مسمينه بالديوم، ليش ما ادري، بس راح تشوفون المتعه بالترويض. الترويض حكايه يا اصدقاء، شيء من الخيال. نضغط، نرفع السهم فوق، نبني هذه اللي هي جهاز التحكم الكامل في البوكيمون. شوفوني ناقص لاني مو فاهم الازرار لحد الان. شوفوا البناء، البناء حلو. شوفوا الحين هذا الجهاز اللي راح يخلينا نتحكم بالبوكيمون، نخليه داخل البيس مالنا، يعني راح يكون شيء مرتب. عموما خلونا نسوي كرافت، نشوف البيت مالنا وين نخليه. ايش رايكم نخليه بالمنطقه هذه؟
والله اني محتار كونها بدايه، ايش رايكم؟ ما في مشكله كبدايه، بعدين نغير. خلونا نروح للكرافت. حلو، نجيب هذا من واحد بس. وين نودي؟ خلينا نخليه هني البيت، ايش رايكم؟ نخليه بالطريقه هذه ونصنع ثانيه. ثالثه ولا كافي؟ ليش ما يصير؟ ابي واحده من هذا. زين شلون؟ لازم احدد عليها فوق. حلو، فانا بسوي لنا شنو؟ كوخ بدائي، يعني مو واو على قولتهم، راح يكون جدا بدائي. فنجيب الحين الجدران، بس ليش ما يسوي لي اكثر من وحده؟ ليش يسوي لي وحده وحده؟ حسب بطيء شوي. حلو، جيبها هني. ايوه، وجيب. طبعا ما راح اسوي الكوخ الاحترافي من الكلام هذا. ليش؟ لاني انا اوريدي راح اغير المكان يعني قريبا. الحين نسوي شنو؟ نسوي الروف. حلو، الروف وين راح يكون؟ الروف هني. ارجع. ايوه حلو. شوف تشوفني قاعد اناقز لاني مو متعود على الازرار، والله قاعد اضغط. خليني اقرب افضل. حلو، اتوقع في طريقه تكون اسرع، بس انا مو فاهمه لاني أول مرة ألعب اللعبة. مثل ما قلت، اللعبة يا أصدقاء في اليوتيوب، في تويتش، في الباب. خلي الباب وين يصير؟ خلي هني الجنب هذا، نخلي فيه الدريشة. حلو، الدريشة راح تكون بالطريقة هذه. حلو، بس شلون اسوي دريشة الحين؟ خلاص ابي اسوي دريشة. خلنا نسوي درج. اقدر اسوي درج داخلي. حلو، تمام. لا ان شاء الله هذا حق الاحتراف بعدين. الدريشة مكتوب ويندو، هذه مكتوب اساسا ويندو، بس ابي الويندو اللي خلاص تتسكر. والله ماني عارف مكانها وين صراحة. عموما مو ما هي مشكلة. خلونا نروح نجمع موارد ونرجع. شوفوا هذا التوت اتوقع. حلو، التوت. لا دقيقة، قاعد يقول سوري في خطأ موضوع الكرافت بالسفير. انا غلطت، البالسفير هي البوكيمون، هذه هي اللي قال يسوي كرافت. شوفوا نسوي لنا كم وحدة، نسوي ثنتين. سوري انا تخبطت عندي الامور. اخذهم. هذه شنو؟ هذه اسمها البال بوكس، اللي هي هذه البالسفير. فانا اسف تخربطت عندي الامور. عموما عندكم التوتوريال ثنتين، اللي هو البال بوكس والبالسفير. حلو، خلونا نروح نجيب موارد ونرجع، بس نجمع الستون. الحين بعد ما جمعت بعض الموارد اللي احتاجها مثل الحجر والخشب. شو الموضوع هذا؟ تعال يا حبيبي تعال. تولك. يقول تولك يعني تكلم. بياع، خلنا نشوف شو عنده. والله عنده شغلات كثيرة يبيع. شوفوا
ويشتري بعد، تخيلوا يبيع له ذهب. لا 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 لا، تشوفون اللاعب برد شايفين. فلازم الحين شو نسوي؟ لازم اني اصنع السرير، لازم نصنع السرير. السرير وين هذا هو؟ علشان انام. حلو، شلون نصنعه؟ حلو، الحين نصنع ال، لا لا لا، يبي خشب. لا يكون حرامي يا حبيبي انت. هي خلينا نجيب خشب لان اللاعب برد والدنيا ظلمت شايفين. لازم بسرعه اجيب خشب وانام ضروري. يبي تقريبا 12 خشبه. لا لا لا، غير غير غير. بعد 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 بعد، روح 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 روح، خلاص تعب كافي بس عشان ننام. و شايفين مكتوب انه جوعان اكل مثلث، كليت شفتوا. الحين شنو يبي؟ الحين لازم نصنع ال، خلينا نحاول نصنع ال، النار. حلو، النار راح نخليها بالنص بالمكان هذا، احس مكانها حلو هني حتى منظرها حلو. دقيقة اشوف ال، انا خاف يموت اللاعب من البرد، لازم انام. والله الولد تكسر عظامه من البرد. خلينا نخليها بالنص، يلا هني. علشان نسوي منها اكل. طريقة البناء خرافية والله يا أصدقاء، مثل ما تشوفوا. يا سلام يا سلام، شيء خرافي. شوفوا الخروف نايم. خلونا نروح نسوي ال، نسوي السرير بعدها. يبيني خشب بعد. لا 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 لا، خشب خشب، سرعة 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 سرعة. الحين مثل ما قلنا شبهناها بشنو؟ بفورتنايت عن طريق الرسومات، طبعا هذه خاصين منها. طريقة التكنولوجي طبعا واضحة، واضحة ارك ما يحتاج. فهذه الثالثة، والبوكيمون بعد شوي راح نشوفه ان شاء الله. فخلونا نسوي السرير، فخلونا نخليه بالنص ولا بالزاوية؟ لا احس بالنص حلو صراحة، مكانه حيل حلو. يلا يا سلام، شيء رهيب. ها عندي الحين تاتوريال اللي قاعد يقول لي صيد بوكيمون، صيد الحيوانات. حلو حلو، خلونا نسوي اكل. ليش ما اقدر؟ يبي بيض، انا عندي بيض. لا والله ما عندي. ايش رايك نروح نصرع لنا واحد وناخذ منه؟ والله الولد بردان. خلني انام ومن اصبح افلح. ايش رايكم نجيب بيض ونجيب كل شيء؟ شوف السرير. يا سلام، صحينا على صوت الديج. شايفين الكائنات هذه؟ الحين بوريكم البوكيمون اللي هو على قولتهم زبدة اللعبة. بس كم عندي؟ واحدة، عندي سبعة. والله نايس. الحين شنو نصيد؟ بصيد القطو هذا، شايفينه؟ هذه بوكيمونه طايحة طبعا بكل مكان. فبصراحة أنا ما أعرف أصيد بوكيمون حيوان يكون ليفل عالي، فهذا ممكن أقدر أصيده، بحاول فيه. لأن ليفله 3 يعتبر صعب شوي، لأنه راح يضربني ما راح يخليني. شوف شوف شوف، حلو. بس بس بس، خلاص خلاص 100%. روح يا أسطورة، يس. شوفوا، خلص التوتوريال اللي فوق.
معناته نصدنا واحد، خلينا نصيد خروف، ايش رايكم؟ نسوي تنويع في، شايفين هذا البوكيمون بعد جيبها. فخلونا نحذف خوينا، هذا خوينا الحين خلاص صار من العائلة، وهذا تعال 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 مع العائلة، يلا 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 كلكم كلكم يلا. يا سلام يا سلام، الحين صاروا معاي اثنين، شايفين ألف سهم يمين، شايفين تحت قاعد يتغيرون، شنو ما أبي أختار. يا سلام، ايش رايكم نوديهم لل البيس مالنا ونخليهم هناك يشتغلون؟ ترى يشتغلون، ها يشتغلون شغلهم، يعني عمال عمال أصليين، يعني مو أي شيء. طلع واحد، نجي لهذه ونختار نجيبه، شوفوا بالطريقة هذه تجيبونه تخلونه بالبيس تحت، وتجيبون الثاني تخلونه هم تحت. بس ليش ما يصير اخلي اثنين؟ حلو، لاني ممكن، لاني بداية فما يصير، لازم نتطور شوي. عموما خلونا نرفع ليفل، شايفين عندي ثلاثة ليفل يمين، فخلونا نسوي ايش رايكم الاستمنة؟ الاستمنة حلو، اثنين استمنة وواحد وزن، حلو تمام. الحين نطلع، شوفوا شو قاعد يشتغل، شايفين قاعد يكسر، انا ما طلبت منه شيء، هو بنفسه قاعد يكسر. شوفوا تجي انت بس تاخذ خلاص، وهو يحفظ لك بعد. فنروح الحين نشوف شلون نقدر نجيب واحد ثاني، لازم نلفل، شوفوا لازم نلفل. خلينا نخلي هذا هني، شايفين تحت تحت يمين في علامة ايد واحد، الخشب واحد، الخشب واحد معناته ان ليفل واحد لتكسير الخشب والامور هذه، فراح يكون جدا بدائي. يعني يشتغلون يشتغلون. خروفنا وين راح؟ صح، خروف نروض هذا. هذا ليفل واحد، خلينا نشوف. شوفوا ما اقدر ادخله بالبوكيمون، ليش؟ لان لازم ادمجه. خلاص الحين خلاص انتصر معاي. يلا افتر هني، خذ راحتك لان هذا مكانك وهذا هو موطنك الاصلي. الحين صاروا عندي اثنين، شايفين؟ هذا قاعد يشتغل وهذا موجود، بس بعد ما نتطور ان شاء الله شوي نقدر نضيف ثاني للبيس. شوفوا الحين عندي دائره واحده، بعد شوي ان شاء الله راح تشوفون انه فعلا قاعد يقول لي صيد خمس اغنام. خلينا نشوف هذا، خليه يروح يساعدنا هذا، ايش رايكم؟ شايفين هذا يمشي وراك يروح ويضبطك ويتضارب معاك. ايش رايكم نروض هذا؟ هذا ليفله خمسة والله قوي، ها خليه يوليه. شايفين الصندوق ورا ما انتبهت له. وكلت الخروف. اعطاني شغلات والله، اعطاني اسهم. خلونا الحين نروح نروض بعد، خروض هذاك قاعد يقول لي روض خمس اغنام فوق، شايفين انا مروض اثنين بس، هذا نايم. اصحى يا حبيبي، اصحى اصحى اصحى. لا لا تضربه لا تضربه لا تضربه، اقتلى والله اقتلى. لعن ام الغباء، يلا على ام القضاء حبيبي، لا تصير ملقوف. خلينا ندخله بالكوره لا يخرب علي. تعال 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 تعال، خرب علي والله، شفتوه؟ طبعا هو النيه انه يدافع لي، بس انا ما كنت ابي يدافع لي صراحه. الحين عندنا توتوريال اللي هو ان نصيد
خمس أقنام أو خرفان أو 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 طليان، يلا سموهم اللي يناسبكم. يوي. بس خلاص لقينا، بس لقيناهم. هذا البلا واحد، شوف نقدر نصيده ما نقدر. لازم، لا 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 لا، اضربه، شايفين يضربني. الحين اقدر اجيبه، خلاص جبته الاول. تعال انت، ليش تضربني انت؟ هذا الثاني، دعم القوة. باقي لي اثنين بعد. هذا واحد، تعال تعال تعال، كام هير بيبي. لا لا لا، ما يجي ما يجي، لازم نقدر ولا لا؟ ضربته بالخطا والله. كمل 100 تكفى. يس، والله توقعته ما يصيده لانه مو مدمج. يلا خل نروح نصيد الاخير. لا خلصنا التحدي، شايفين فوق طلع لي تحدي الحين يقول، قاعد يقول لي ليفل باي. خل نلفل، شوف شنو اللفل. خل نلفل الستمنا. حلو، نشوف التحديات اللي تحسنها صعبة اسحب عليها. فخلونا نرجع للبيس مالنا، نشوف هل فتحوا لي خانة جديدة لإضافة بوكيمون لي البيس مالي ولا. شوف هذا قاعد يشتغل يكرف كرف، والله يا هو يكرف كرف يا اصدقاء، ما يقول لا. الحين عندي اخر تحدي اني اصيد 30 بالز، 30 بوكيمون. راح يكون مو صعبه بس راح ياخذ وقت شوي. فخلونا نصنع العجره. شوف جاي يساعدني، شوفوا 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 شوفوا، هو قاعد يشتغل مو انا. يا اخي انت ذيب والله ذيب. لا ليش شلته؟ خلوني الحين اسوي، لا رده، خلونا نسوي ال، نجيب هذه. يلا شوفوا جاي، شوفوا بيساعدني، شوفوا. يا اخي يا اخي يا اخي، انت انت شنو يا اخي، انت انت شنو؟ اشيلك اشيلك فوق راسي بعد. يلا خلينا نسوي اخر شيء هو بس، تمام اتوقع الاجره كافي. حلو تمام، خلونا نستخدم الاجره عشان نصرعهم وندخلهم في كره البوكيمون. كم عندي وحده؟ عندي 25 كره بوكيمون، يعني اسرع لي واحد الحين. طبعا انا صايد 8 من 30، ها يعني باقي لي 22. هذا واحد، الحين راح اصير 9 من 30 فوق. تسعة يلا. مار تروض ليش؟ يلا الحين تسعة خلاص، شفتوا تسعة؟ يخرب بيته ما تروض والله. تعالوا انتوا، انت البلك اثنين، ها هاك هذي. الحين صاروا عشرة. هلو يا اسطورة. 11، حلو حلو حلو. الأجرة مصيبة في التخدير، تصرعهم عرفت شلون؟ تعال تعال حبيبي، تعال حبايبي، أنت لفلك ثلاثة يعني قوي. تعال 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 تعال، أفضل شيء لتنويخ الحيوانات على قولتهم أنك تروضه بسرعة، أنك تضربه بالعجرة. العجرة أفضل شيء. شوفوا كم جبت واحدة، جبت 12 الحين. يلا ليش؟ اثنا عشر سرعة، مو قلت لكم راح ياخذ شوية وقت؟ خلونا ننوع حيوانات، شنو في غيرهم؟ خل نجيب هذه القطوة. حلو حلو، تقريبا وصلنا الحين للنص، باقي شوية. اللاعب جوعان نوكله يعني شنو؟
الطريقة جدا سهلة و لا لا يطلع لا يطلع. خلينا نشوف شنو عندي ليفل، عندي 2 ليفل، فايش رايكم نرفع ال هم الستمنة والوزن بخليه بعدين، لان انا احتاج شنو؟ احتاج ركض، انا احتاج ركض. باقي لي كم؟ باقي لي الحين تقريبا خلصنا النص ضبط، يعني باقي لي 15 بالز. هذا واحد، تعال القم بس، لان اللبلة ثلاثة قاعد يصير عنيد شوي. حلو، يا اسطورة يا اسطورة يا اسطورة، خذينا بيض وخذينا حركات. ممكن لو انام واقعد راح يطلعون زيادة، فهمت شلون؟ تا 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 تا. المشكلة لو طلع البوكيمون اللي معاي شنو راح يصير؟ راح يقتلهم. هذا البلاكمون يلا يلا يلا، لا تطولها، يلا يلا حبيبي استسلم، سلم نفسك، انت محاصر والله يا عيال. البيس اللي عندي بيصير حظير الحين، ها والله يا بيصير حظير. هذا كم لفله؟ والله اني خايف اتلاقف. لا لا 16 تو الناس، ما نبي نجي لليفلهم عالي شوي، نخليهم بعدين، ايش رايكم؟ عشان ما انجلد وخرب كل اللي بنيته. انا والله شوفوا انا فيني ميزه، انا حبيت اللعبه حيل حبيتها، وعلى حسب الدعم ذبحته بعد. على حسب الدعم، اذا الدعم طلع قوي على السلسله راح نكمل ان شاء الله، ما راح نوقف. تعال 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 يا قط، قف يا قط يا حبيبي، قف سلم نفسك، انت بوكيمون، سلم نفسك انت بوكيمون. نسبة اني اصيده 84 كاتبين لي، ها 84 يعني نسبة حلوة. حلو، باقي لي 10 بس. بس السلام عليك، باقي بس 9 وقابة الشمس، لازم ارجع انام. هذا هو يروضني مو انا اروضه. هذا هو اللي يروضني مو انا اروضه. هذه الحيوانات جديدة، تعال يا حبيبي خلنا ننوع شوي، تعال تعال يا حلال. طلب له ثلاثة، تعال لا نسبة اني اصيده ضعيفة، صعب اصيده، مكتوب ان 64 ما ادري كم. ديام يا القوة، خلينا نجيب هذول الناريين، ايش رايكم؟ انا خاف يكون معرق الحين هذا يقعد يولع فيني، ايش رايكم؟ لا لبلة 6، اهرب 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 اهرب، نبي واحد لبلة اقل شوي. والله الناري هذاك انا حبيت الناري، ايش رايكم نحاول فيه؟ ايش رايكم نحاول بواحد من الناري، نشوف اللي لبله اقل شيء، لبله 3 نحاول فيه. هذا كم لبله؟ 5 5، اي بحاول. لا ايزي 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 ايزي، الوضع جدا ايزي، الوضع جدا ايزي. تكفى تكفى، اي اي اقبل اقبل يا حبيبي، انت يا اسطوره هكذا، انت بعد
يس جبت اثنين من الثعلب الثعلب الناري. الحين لازم ان نرجع البيت وننام، بس باقي لي 5. يلا ان شاء الله وحنا رادين نخلصهم. شايفين الصندوق ما انتبهت له؟ زابنا باقي لي 5 بس. انا غلطت اني ما سويت التورج، اكبر غلط اللي سويته اني ما سويت لي تورج. خلنا نرجع للبيس مالنا. انا شنو خايف منه؟ انا خايف اضيع مكاني، انا خايف اضيع ال هذا هو. الله جيت اختصار. خلوني اروح انام ونصحصح الصبح ان شاء الله ونحصل. خلينا نحطهم داخل هني، ايش رايكم؟ ليش ما افتح لي خانه ثانيه للبيس؟ ليش؟ خلني انام. اللاعب برد. باقي لي 5 بس يا اصدقاء، بس 5 ونكون خلصنا التحدي اللي يعتبر شوي. تعال 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 عشان ما تخرب علي وتروح تقتلهم. هذا بحاول فيه ان شاء الله بالمقطع الجاي، هذا ممكن يكون قوي ويقدر يقزرها علي، فانا والله مو فاضي. تشيكن فيليه، تشيكن فيليه. باقي لي كم؟ لا 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 لا. ليش ليش؟ باقي لي 4. عندي 3 بوكيمونات بس، نبي اضعف واحد فيهم هذا. يلا حبيبي يلا، لا تحاول ما تحاول. لازم اروح اسوي بوكيمون بعد. باقي لي 2. يلا باقي لي اخر واحدة بس، ما عندي البالسفير، لازم اروح اسويها. خل اروح اسوي البالسفير ونرجع. اللي هي البالسفير هي كرة البوكيمون. وبالحالة هذه نكون سوينا تقريبا اغلب التحديات البدائية اللي تخليك تتعلم. شوف الذيب هذا شلون قاعد يكسر. يلا عندنا الحين اخر واحد ونكون خلصنا. حلو، عندي واحدة بس سويتها، ما ابي اضيعها، ما ابي اخسرها، فبحاول اشوف لي واحد ضعيف يكون لبله واحد عشان على طول ندخله بالبوكيمون ونكون خلصنا التوتوريال الاخير. والله الناري حلو، ها الناري حيل حلو. هذا كم لبله؟ 3. خليه يولي 1. تعال، هذا اخر واحد. الحين راح نكون خلصنا التوتوريال وراح يعطينا ليفل طبعا. دش داخل، يلا خلينا نخلص يا حبيبي. خلصنا التوتوريال، شوفوا يعطيني ليفل ولا لا؟ ما عبر شيء. لا عندي ليفل والله، ليش ما عندي؟ عندي. نجيبه استمنة. حلو تمام، وهني اكون وصلت لنهايه المقطع. اتمنى استمتعتوا معاي، واذا عجبتكم هذه السلسله لا تنسون تدعموني باللايك، لان اللايك معناته الاستمرار. والسلام عليكم. ما شاء الله لفلة 7.